السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء وبنات الأعزاء، طلاب الصف الثالث ثانوي، إزيكم وأخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وربنا يكرمكم ويوفقكم بإذن الله تعالى. إن شاء الله النهاردة هنحل يعني مجموعة أسئلة خاصة بالبانكتويشن ماركس، مهمة جدا جدا، من الكواشن بانك اللي هو في كتاب المعاصر. فأنا عايزك بس كده هات القلم بتاعك وهات النوتس بوك بتاعتك أو الكشكول بتاعك علشان تكتب حبة الملاحظات اللي إحنا هنقولها وإحنا بنشرح، وربنا يوفقكم. ويلا بينا نبدأ على طول. السؤال الأول بيقول which of the following is punctuated correctly؟ أي من الآتي مكتوب صح باستخدام علامات الترقيم؟ did، طبعا احنا عارفين do does did can could، كل دي كده تعتبر أفعال مساعدة، وبالتالي يبقى دايما في الآخر في علامة استفهام، وبالتالي مستر أول واحدة دي كده غلط. رقم 2 did you know that I وأبوسترافي دي been، يبقى الأبوسترافي دي أختصر لكلمة had عشان في بعدها توصيف. رقم 3 I had been working from home for 2 months. هل انت عارف ان انا كنت شغال في البيت بقالي شهرين يا حاتم؟ طبعا لما اقول يا حاتم يبقى معنى كده ان ده نداء، يبقى لازم الاسم ما دام جه في اخر الجمله يبقى احط قبلي كومه. طب لو الاسم جه في الاول احط الكومه بعده. طبعا مفيش كومه هنا، يبقى معنى كده ان دي كمان غلط. طب رقم سي did you know that I'd been ومفيش apostrophe دي، يبقى دي كده بشكل مباشر خطأ. 4 يبقى اكيد هي الاجابه الصح، طبعا did you know طبعا اول حرف كابيتال وعندك الابوسترافي اهي بتاع دي، وفي عندك حاتم اتش كابيتال وقبلها الكوما، وفي في الاخر علامه استفهام. السؤال الثاني نفس الفكره برضه which of the following is punctuated correctly. اماني سيد، طبعا ما دام عندك اماني سيد، احمد سيد، مثلا هاني سيد تومي وهكذا، دايما لازم ما دام دي جت في الاول يبقى في كوما بعدها. طبعا ما فيش كوما هنا، يبقى الاولى دي كده غلط. طيب اماني سيد في كوما صح اهي، طيب في كوتيشن ماركس، اول حرف داخل الكوتيشن ماركس لازم يكون كابيتال، وانا عندي هنا وات دي كده سمول، يبقى معنى كده ان دي غلط، لازم يكون كابيتال. طيب سي اماني سيد ادي في كوما وادي الكوتيشن ماركس علامات التنصيص والحرف الاول كابيتال، وات ا وندرفول سربرايز، يا لها من فجأة جميلة. في طبعا ده كده علامة تعجب علشان دي جملة تعجبية، أول حرف بعد الجملة التعجبية لازم يكون كابيتال، وبالتالي الآي هنا كابيتال. It's nice to see you here عادل، يعني لطيف أنا قابلتك هنا يا عادل، وطبعا ده كده أدي عادل اسم منادى في قبلها كومة، وحطينا طبعا في الآخر فول ستوب وقفلنا الكوتيشن ماركس بتاعتنا، يبقى معنى كده إن سي هي الإجابة الصحيحة. طب رقم دي غلط يا مستر، ادي اماني ست في كوما، فتحنا الكوتيشن ماركس اهي، اول حرف كابيتال، وات ا وندرفول سربرايز، لازم هنا كان يبقى فيه اكسكليميشن مارك لعلامه التعجب. سؤال رقم 3 نفس الفكره برضو ووتش اوت، احترس، طبعا يبقى دي لازم في بعديها علامه تعجب، يبقى الاولى دي كده غلط. طيب رقم بي ووتش اوت، ده هنا الدبليو يا مستر دي كده سمول، واحنا قلنا اول حرف داخل الكوتيشن ماركس لازم يكون كابيتال، وبالتالي يبقى دي غلط. طب رقم سي ووتش اوت وعلامه استفهام، ده مش سؤال، بمعنى كده ان دي غلط، يبقى الاجابه رقم دي ووتش اوت، وفي طبعا اكسكليميشن مارك اهي، يبقى الاجابه رقم دي. سؤال رقم 4 this is a space new car، دي كده السياره الجديده بتاعت يعني اكيد بتاعت عمر، يبقى معنى كده في ملكيه. طيب عمر ده اسم مفرد، يبقى معنى كده مستر ما دام مفرد يبقى انا محتاج ابوسترافي اس، يبقى معنى كده الاولى دي كده غلط والأخيرة دي غلط عشان ما فيهاش أبوسترافي خالص. طيب هنا عندنا سي عمرز أبوسترافي إس وعمرز إس أبوسترافي، طبعا عمر ده مفرد ولا ينتهي بإس، يبقى معنى كده هنقول فقط عمر والأبوسترافي إس، السيارة بتاعت عمر الجديدة. This new car belongs to the نقط، السيارة الجديدة دي كده تبع أو بتخص مين بقى؟ في عندك هنا كلمة زي يا مصر، هو ينفع أجيب زي قبل الاسم؟ أه ينفع، بس في الحالة ديت كده الاسم لازم يكون في آخره إس. طيب ومعنى هنا كده ايه بقى؟ ذا عمرز هنا كده معناه عائله عمر، وبتبقى بدون ابوسترافي خالص، يبقى ذيس نيو كار بيلونجز تو ذا عمرز، معناها السياره الجديده دي كده تبع عائله عمر، يبقى ذا عمرز طبعا بنحط في الاخر خالص اس، يبقى افراد العائله. سؤال رقم 6 which of the following sentences gives a logical meaning، اي من الاتي بيدي معنى منطقي، يعني الجمله صحيحه كده من ناحيه المعنى. I have done the shopping عمر، انا قمت بالتسوق يا عمر، دي صح ولا غلط؟ ايوه برافو عليك غلط، ليه؟ علشان يا مستر عمر ده هنا كده منادى، يبقى لازم يبقى في قبليه كومه، يبقى دي غلط. I have done the shopping عمر، انا قمت بتسوق يا عمر، يبقى معنى كده ان رقم بي دي بشكل مباشر اجابه صحيحه. و
واكيد رقم دي غلط، علشان يبقى ما ينفعش لا A ولا C، يبقى C غلط. طب ليه؟ ما ينفعش اقول I have عمر done، طبعا دي غلط خالص، احط عمر في الاول او احطه في الاخر. 7 نفس الفكره برضو، which of the following is punctuated correctly. او دير يا الهي، طبعا اول حرف كابيتال اهو، وطبعا كوما، وفي هنا علامه تعجب كده صح، وبعد علامه التعجب الاي كابيتال، يبقى معنى كده ان دي كده مظبوطه. ار يو شور ذس فيلا از عمرز، هل انت متاكد ان الفيلا دي بتاعت عمر؟ وطبعا ار سؤال، يبقى في الاخر علامه استفهام، يبقى بشكل مباشر دي كده هي الاجابه الصحيحه. طب رقم بي غلط ليه يا مستر؟ علشان المفروض بعد علامه التعجب الاول حرف لازم يكون كابيتال، يعني الاي دي كده كانت لازم تبقى كابيتال، انما هنا سمول، يبقى دي غلط. طب سي غلط ليه؟ علشان اول حرف هنا سمول، واول حرف في الجمله لازم يكون كابيتال. طيب رقم دي ليه غلط؟ علشان عمرز في الاخر خالص كده في اس ابوسترافي، واحنا بنتكلم عن عمر وده شخص واحد، يبقى انا محتاج ابوسترافي اس وليس اس ابوسترافي، يبقى دي غلط. 8 I'm looking for my space emails. I want to send them invitations. انا بدور على الايميلات بتاعت اصدقائي علشان انا عايز ابعت لهم دعاوي. طيب الايميلات ملك اصدقائي، يبقى دي كده في ملكيه، يبقى معنى كده مستر الاولى دي غلط والثانيه دي غلط، يبقى انا محتاج يا اما سي يا اما دي. طيب كل الفكره ايه الفرق ما بين سي وما بين دي؟ هنا اس ابوستروف، يبقى معنى كده ان ده اسم جمع، واحنا هنا قلنا them هم، يبقى معنى كده انا محتاج اس ابوسترافي. طب امتى اختار دي يا مستر الابوسترافي اس؟ لو قال لي مثلا I want to send him او her، انا عايز ابعت له او ابعت لها، يبقى معنى كده ان ده شخص مفرد، يبقى في الحاله ده كده فريند واحد، يبقى ده كده مفرد، يبقى انا عايز ابوسترافي اس، انما them ده جمع، يبقى انا عايز اس ابوسترافي. She is a space runner، هي تكون طبعا رانر دي معناها عداء، يعني واحد بيجري بايه بسرعه. خلي بالنا من السؤال ده علشان الناس كتيرة ايه بتقع فيه. طيب فاست اند فيت ولا فاست كوما فيت ولا اي ان بي ولا رقم دي فاست فيت؟ طيب خلينا نقول كده حاجة بسيطة، وهي ان احنا في عندنا حاجة اسمها لما نيجي نتكلم اكتر من صفة، فانا لازم امشي بترتيب معين للصفات، لازم امشي بايه بترتيب معين للصفات، اللي هو ايه ترتيب المعين ده؟ كده مثلا اول حاجه ببدا بيها الاوبينيون اللي هو الراي، يعني مثلا اقول لك بيوتيفول جميل، يوجوال لوفلي، وهكذا. بعد كده نتكلم عن السايز اللي هو الحجم، يعني اقول لك مثلا بيج سمول وهكذا. طيب رقم ثلاثة، لو في مثلا في فيزيكال كواليتي، يعني ايه فيزيكال كواليتي؟ يعني الحاجه اللي انا هتكلم عنها دي كده ليها صفه جسديه، مثلا thin رفيع رف خشنه untidy وهكذا. رقم 4 الشيب الشكل، يعني مثلا الحاجة دي ممكن تكون راوند مستديرة سكوير مربعة ريكتانجلر وهكذا. رقم 5 الايج العمر بتاع الحاجة اللي انا هتكلم عنها، مثلا يعني يونج اولد كبير صغير. مثلا رقم 6 الكالر اللي هو اللون، مثلا بلو ريد بينك. رقم 7 الاوريجين يعني الاصل بتاعها، يعني مثلا الحاجه دي ايجيبشن مصريه، تركيش مثلا تركيه، انجلش انجليزيه وهكذا. رقم 8 الماتيريال الماده المصنوع منها، ممكن مثلا ميتال معدن، بيبر ورق وود وهكذا. وبيربس الغرض، الحاجه دي انا مستخدمها ليه، مثلا كليننج تنظيف، كوكينج طهي، مثلا ووشنج غسيل. وفي الاخر خالص بيبقى موجود الاسم الحاجه نفسها. لو انا عندي صفات من الحاجات اللي احنا قلناها دي كده، يبقى انا لازم امشي بالترتيب ده اللي احنا لسه قايلينه. طيب هنا مستر فاست اند فيت، فاست اند فيت دول كده اوبينيونز اراء، يبقى معنى كده مش اكتر من صفه من حاجه مختلفه. وبالتالي ما دام عندنا صفتين من نفس النوع، يبقى في الحاله ديت كده ينفع اقول لك فاست اند فيت، او ينفع اقول لك فيت اند فاست، يعني ينفع ابدل الصفتين. ما دام ينفع ابدل الصفتين، يبقى في الحاله ديت كده ينفع استخدم معاهم كلمه اند، او احط بيناتهم كوما. في الحاله دي كده يبقى الاجابه بتاعتنا اللي هي رقم سي اي اند بي، يبقى شي از فاست اند فيت، او شي از فاست كوما فيت رانر، كلاهما ايه؟ كلاهما صحيح. انما لو عندك بقى صفتين مثلا او اكتر من حاجات مختلفه، لا انا لازم امشي بنفس الترتيب، وما ينفعش ابدل الايه الصفتين. يعني مثلا لو قلنا مثال اقول لك كده اتس ا لوفلي سمول راوند مثلا ايجيبشن ستامب، اتس ا لوفلي سمول راوند ايجيبشن ستامب، طابع بريد.
انا ماشي هنا الاول قلنا lovely يبقى دي كده quality، قلنا بعد كده size مثلا small، قلنا مثلا بعد كده الشيب الشكل، وقلنا مثلا الاوريجن المصدر بتاعه. انا هنا ماشي بترتيب معين، ما ينفعش ابدل الايه الصفتين. طيب انما هنا fast fit ينفع اقول لك fast and fit، او ينفع اقول لك fit and fast كلاهما صحيح، يبقى انا في الحاله دي كده ينفع احط ما بين الصفتين and، او ينفع ان انا استخدم الكومه. طيب السؤال رقم 10، which of the following is punctuated correctly؟ Where do you work يارا؟ أين بتشتغلي يا يارا؟ طبعا ده سؤال، يبقى أول حرف كابيتال ويارا، أدي في كوما وأدي الواي كابيتال وفي الآخر علامة استفهام، يبقى معنى كده بشكل مباشر إي دي هي الإجابة الصحيحة. طب رقم بي غلط ليه؟ علشان ال W دي سمول، وير يبقى دي كده غلط. طب رقم دي نفس الفكرة، ال W هنا كده سمول يبقى دي كده غلط. طب رقم دي مفيش علامة استفهام في الآخر، يبقى معنى كده إن دي كده إجابة خاطئة. طيب السؤال رقم 11، space tablet has been broken. تابلت طبعا التابلت اتكسر، وطبعا لميز ده اسم بنت، يبقى معنى كده التابلت ده ملكها. طب خلينا نقول بقى هنا ملاحظه بسيطه، وهي لميس يا مستر اساسا اخرها اس. طب في الحاله دهيت كده اذا كان الاسم مفرد وينتهي باس، يبقى انا قدامي حاجه من حاجتين، يا اما احط ابوسترفي فقط بعد الاس، يا اما احط ابوسترفي اس كمان. وبالتالي بقى الاجابه بتاعتك يا اما ايه يا اما سي، الاثنين صح، يبقى الاجابه بتاعتنا رقم دي. يبقى اذا كان اسم مفرد وينتهي باس وعايز احط فيه ملكيه، يبقى يا اما احط ابوسترفي في الاخر، يا اما احط ابوسترفي اس، الاثنين صح. 12، which of the following is punctuated correctly؟ اي من الاتي صح برضو من ناحيه علامه الترقيم. جيت اوت جوليا، طبعا جيت اوت يبقى ده كده فعل امر، يبقى ما ينفعش احط علامه استفهام في الاخر خالص، يبقى دي كده غلط. طيب جوليا جيت اوت يا جوليا، طبعا يبقى المفروض هنا كده ده نداء، يبقى معنى كده لازم بعد النداء احط كوما، يبقى معنى كده ما ينفعش رقم بي. طب جوليا وفي كوما بعديها جيت اوت، يبقى معنى كده هي دي الاجابه الصحيحه رقم سي، وطبعا رقم دي غلط علشان في الاخر علامه استفهام وده ليس سؤال. 13، the second world war took place in the، الحرب العالميه الثانيه حدثت في، يعني عايزين نقول بقى فتره الاربعينات. طيب اللي هو العقد، لما اتكلم عن العقد طبعا الاولى دي غلط والاخيره دي غلط، يا اما عندنا مصر يعني 1940s وهنحط اس، يا اما نحط ابوسترفي اس. طيب انا فيهم صح؟ خلينا نقول الاجابه لو جالك سؤال زي ده كده في الامتحان اختار رقم بي. طيب ولكن للامانه العلميه، للامانه العلميه كون ان انا احط ابوسترفي اس ده برضو اجابه صحيحه مش خطا، طبقا لبعض الكتب الخاصه ب أو بتتكلم في علامات الترقيم، وبعض الكتب الثانية بتقول لا ما ينفعش إن احنا نحط أبوسترفي إس، بنحط فقط إس. طيب يبقى معنى كده إن بي صح وسي صح. طب هفترض جه الاثنين كده في الامتحان، لا أختار فقط اللي هي اللي معظم الكتب بتقوله، اللي يبقى نحط فقط إس، يبقى الإجابة بتاعتك رقم بي. السؤال رقم 14، which of the following is punctuated correctly؟ what طبعا ماذا؟ أول حرف لازم يكون كابيتال، يبقى معنى كده الأولى دي غلط يا مستر. طيب رقم بي وات طبعا علامة استفهام، أول حرف بعد علامة الاستفهام لازم يكون كابيتال، يبقى لو أنت عندك علامة استفهام، لو أنت عندك فلو ستوب، لو أنت عندك اكسكليميشن مارك علامة تعجب، أول حرف بعديهم لازم يكون كابيتال، يبقى بي دي غلط علشان الواي هنا سمول. طب رقم سي وات طبعا الدبليو كابيتال في علامة استفهام، وأدي الواي كابيتال، يو ماست بي جوكينج، أنت أكيد بتهرج، جملة تعجبية يبقى في علامة تعجب، يبقى الإجابة رقم سي هي الصح. طب رقم دي غلط ليه؟ علشان في هنا علامة استفهام في الآخر وده كده ليس سؤال، اللي هو الجزء الثاني. How many space are there in refrigerator؟ طب عايزين هنا برضو لما نحب نجمع الحرف، يعني أنا السؤال هنا بيقول كم حرف R في كلمة refrigerator اللي هو الثلاجة يعني أو المبرد؟ عندك هنا أدي R وR وادي ار وادي ار، طب انا عايز اقول كم عدد بقى الحروف الار اللي موجوده هنا. طب في الحاله دهيت كده بجمعها باكتر من طريقه، الطريقه رقم واحد الاولى دي غلط خالص والاخيره دي غلط خالص. طيب يبقى احنا عندنا اما ار اس يا اما ار وابوسترافي اس، انا فيهم صح يا مصر رقم سي ار والابوسترافي الاس. طب في بقى طريقتين كمان، وهي ايه بقى؟ ان انا ينفع اقول لك ار كابيتال واروح حاطط جنبيها اس، دي كده صح، أو إن أنا أجيب R capital وأحط كمان apostrophe S، يبقى ثلاث طرق علشان أجمع الحرف.
يبقى يا اما الحرف يكون كابيتال وجنبيه الاس، يا اما الحرف سمول وابوسترافي اس، يا اما الحرف كابيتال وابوسترافي اس. دول كده ثلاث طرق علشان اجمع بيهم الحرف. طيب سؤال رقم 16، سبيس ذا ويذر واز فاين، الطقس كان كويس. لوكلي لحسن الحظ. طيب خلينا نقول عندك هنا تي ده كده سمول، وبالتالي الاولى دي كده غلط. ليه؟ علشان دايما لو انا هبدا الجمله بتاعتي يبقى دايما بحال، يبقى احط بعديه حاجه، مثلا ممكن احط بعديه كوما، ماشي، ممكن احط بعديه اكسكليميشن مارك، ما فيش مشاكل يعني، بس دايما في الاغلب بيكون كوما. طيب رقم بي غلط. ليه؟ هي صح مش غلط، انا ينفع احط لاكي كده، احط مثلا علامه تعجب، بس هنا التي ده كده سمول وبالتالي يبقى ما ينفعش. ليه؟ لان الاكسكليميشن مارك لازم يكون اول حرف بعديها كابيتال، وبالتالي يبقى دي كده غلط. طب رقم سي، ادي ال كابيتال وعندنا كوما، يبقى معنى كده سي هي الاجابه الصح. طب رقم دي غلط. ليه؟ علشان ال ده كده سمول وده كده في بدايه الجمله، يبقى لازم ال يكون كابيتال، يبقى دي غلط. Which of the following is punctuated correctly? Can you lend me a hand? ندى ممكن. lend a hand معنى يساعد، ممكن تساعديني يا ندى، طبعا ده سؤال، يبقى دي غلط. ورقم سي غلط، علشان لازم يبقى فيه في الاخر علامه استفهام. طيب عندك بي وعندك دي، ممكن تساعديني يا ندى، يبقى انا بنادي على ندى، يبقى لازم يبقى في قبل ندى كوما، وبالتالي يبقى رقم دي اجابه خاطئه. Space would you explain this lesson for me؟ طبعا مستر حسام، يا مستر حسام ممكن تشرح لي الدرس ده كده؟ طبعا يا مستر ممكن تشرح لي الدرس، يبقى انا ده كده بنده على مستر حسام. يبقى قلنا ما دام الاسم جه في الاول الجمله وده كده نداء، يبقى لازم احط بعديه كوما، يبقى الاولى دي كده غلط. وطبعا رقم سي دي غلط، ورقم دي غلط علشان في كوما قبل الاسم وفي كوما بعديه، دي غلط. يبقى الاجابه فقط رقم بي، مستر حسام كوما. المره دي جاب مستر حسام في الاخر، يبقى معنى كده بشكل مباشر مستر بنحط قبل الاسم كوما فقط. رقم دي غلط، ده في كوما قبليها اهي وفي كوما بعديها، يبقى معنى كده ان ده خطا. طيب رقم 20، الخلاف اللي ما بين 20 وما بين 21، عشان بتقول the mechanic checked space car it hadn't been 6 months. طبعا هنا بتكلم على it، الميكانيكي صلح سياره، وهنا الجمله رقم 21 في cars وفي كمان كلمه they، معنى كده ان دي سيارات. يبقى معنى كده هنا بقول لك ايه، عايز اقول بقى الميكانيكي صلح السياره بتاعت امير وعمر، يبقى هما الاثنين عندهم سياره واحده. طب لو احنا عندنا اكتر من اسم والاثنين بيشتركوا في نفس الحاجه، يعني بيمتلكوا حاجه واحده، في الحاله ديت كده احب احط الملكيه، يبقى بحط الملكيه في نهايه الاسم الثاني، يبقى امير اند عمرز فقط. طب انما اللي بعديها في هنا كارز سيارات وفي ذي، يبقى معنى كده ان امير عنده سياره وعمر عنده سياره، يبقى كلاهما كل واحد فيهم بيمتلك سياره، يبقى معنى كده محتاج ملكيه، يبقى محتاج ابوسترافي اس مع كل واحد فيهم، يبقى الاجابه رقم سي اميرز اند عمرز. يبقى لو اتنين مثلا بيمتلكوا حاجه واحده، يبقى بحط الابوسترافي اس في نهايه الاسم الثاني. طيب اكتر من واحد بيمتلكوا حاجه، يبقى انا هحط ابوسترافي اس مع كل اسم فيهم. طيب 22، نفس الفكره برضو، الجمله اللي فيها punctuation صح. I like fish، انا بحب السمك. However I never eat it outdoors، طيب انا بحب السمك ومع ذلك انا عمري ما اكلت بره البيت. الاجابه دي صح جدا. رقم بي، I like fish في فول ستوب صح، بس بعد الفول ستوب لازم اول حرف يكون كابيتال، وعندك هنا الاتش ده كده سمول، يبقى دي غلط. طب رقم سي، I like fish في نقطه however وفي بعديها كوما I never eat outdoors، يبقى دي برضو اجابه صح، يبقى رقم دي. طيب خلينا نقول بقى ملاحظه بسيطه هنا كده على الاولى. هنا مستر احنا قلنا A و C صح، طب C صح علشان انا بحب السمك، دي خلاص جمله وانتهت، يبقى حطينا فول ستوب وبدانا اول حرف في الجمله الثانيه، يبقى ال H كابيتال وحطينا بعديها كوما. طيب السيمي كولن بقى دي كده، ينفع استخدم السيمي كولن لو انا هقول او هقدم عباره، العباره كده بتحتوي على بعض مثلا الكلمات، زي كلمه هوفر، زي كلمه مثلا فور اكزامبل على سبيل المثال، زي كلمه ذيرفور لذلك، وهتقدم independent clause، يعني عباره كده مالها عباره مكتمله المعنى. يعني لما اقول لك I never eat outdoors، انا عمري ما اكلته بره البيت، يبقى معنى كده دي اعطتني معنى كامل. يبقى تاني كده بس بشكل بسيط، لو انت عندك بعض الكلمات مثلا زي كلمه however، زي كلمه for example، زي كلمه for instance على سبيل المثال، زي كلمه therefore لذلك،
ففي الحالة ديت كده ينفع أحط قبليهم سيمي كولن اللي هي الفاصلة وفوقيها نقطة، طيب علشان أقدم عبارة جديدة. 23. Which of the following is punctuated correctly؟ أي من الآتي صحيح من ناحية برضه علامات الترقيم؟ President Nasser died in 1970. رئيس ناصر مات سنة 1970. طيب أول حرف في الجملة لازم يكون كابيتال، خلي بالك عشان البي الأولانية ده كده سمول. الفرق ما بين البي كابيتال والبي سمول وهي إن البي كابيتال بتكتب على السطر من فوق، إنما البي سمول الشرطة اللي تحت دي كده بتبقى تحت السطر. وبالتالي الأولى غلط. طب رقم 2 ناصر ده الإن سمول، يبقى معنى كده إن دي غلط. طيب رقم دي بريزيدنت ناصر كومة، ما ينفعش أفصل ما بين الفاعل والفعل بكومة، يبقى معنى كده دي غلط. يبقى الإجابة بتاعتنا رقم سي، بريزيدنت ناصر دايد إن 1970. سند ذيس فايل تو مستر أشرف، ابعت الفايل ده كده لمستر أشرف من فضلك. طيب طبعا من فضلك يبقى دايما بنحط قبلها كومه ما دام جت في نهايه ايه الجمله، يبقى دي كومه قبليها. طبعا ما ينفعش احط بعديها كومه عشان ما ينفعش اقول كومه واحط في الستوب، ما ينفعش اجيب قبلها كومه وبعديها كومه، يبقى دي غلط. يبقى الاجابه فقط اللي هي اول واحده. 25. نفس الفكره برضو correct punctuation. اسماء needs medical help her bones ache، اسماء بتحتاج مساعده طبية، هير بونز ايك يعني عظامها وجعها، دي إجابة صح. تمام ليه بقى؟ خلي بالنا برضو نشرح هنا الحتة دي كده، ادي السيمي كولن دي كده اللي هي الكومة وفوقيها الدوت او اللي هي الفول ستوب نقطة. السيمي كولن ينفع استخدمها علشان اربط ما بين تو اندبندنت كلوزز. يعني ايه يا مستر تو اندبندنت كلوزز؟ independent clause يعني عبارة بتديني معنى كامل، يعني ينفع تكون لوحدها كده، استخدمها في جملة لوحدها. أسماء needs medical help، أسماء بتحتاج مساعدة طبية، يبقى دي كده أعطتني معنى كامل. أسماء بتحتاج مساعدة طبية، يبقى دي صح كده، يبقى ينفع أحط فول ستوب. طب الجملة الثانية هير bones ache، عظامها وجعها، يعني أسماء bones عظامها ache بمعنى بتؤلم، يبقى معنى كده برضو أعطتني معنى كامل. ما دام عندنا عبارتين بيدونا كل واحدة فيهم بتدينا معنى كامل، يبقى أنا ينفع يبقى أربط ما بين التو independent clauses بأكتر من طريقة. ينفع أحط نقطة وأبدأ جملة جديدة، ينفع أحط كومة بس استخدم معاها واحدة من الفان بويز، وأعتقد إحنا قلناهم قبل كده، الـ F ده اختصار لكلمة فور، الـ A اختصار لكلمة and، الـ N اختصار لكلمة نور، الـ B اختصار لكلمة but، الاو اختصار لكلمه اور، الواي اختصار لكلمه يد، والاس ده اختصار لكلمه سو. يبقى احط كومه وواحده من الايه السبع روابط دول كده، يا اما نحط على طول سيمي كولن، يبقى الاجابه بتاعتك رقم A فقط. 26. Which of the following has the perfect punctuation؟ The high dam، طبعا high dam ده السد العالي، يبقى ده كده اصبح proper noun اسم علم، يبقى لازم يكون كابيتال، يبقى دي غلط. طيب ال T capital وال H capital وال D capital is one of the world's apostrophe S greatest projects، يبقى معنى كده ان دي اجابة صحيحة. رقم C غلط علشان world في عالم واحد، يعني سد العالم ده يعتبر من اعظم المشروعات في العالم، طبعا العالم بتاعنا احنا، يبقى معنى كده محتاج apostrophe S وليس S apostrophe، يبقى C غلط. طب رقم D ال H هنا small وبالتالي يبقى دي كده غلط علشان ده اسم علم. سؤال رقم 27 نفس الفكرة برضو. Which sentence has the perfect punctuation؟ I had fish، أنا تناولت سمك، rice, oars and green salad for lunch، وطبعا سلطة خضراء للغداء. طيب الأولى إجابة صحيحة، ليه؟ علشان أنا هذكر قائمة هنا كده، يبقى بفصل ما بين كل واحدة واحدة بكومة. fish أنا تناولت دي سمك، كومة rice، وبعد كده and، رابط ما بين آخر حاجتين بـ and. طب رقم 2 I had أنا تناولت في كولن، اللي هما نقطتين فوق بعض دول غلط. ليه؟ إمتى أستخدم الكولن في حياتي كده؟ لما أقول كده I had a lot of things، أنا تناولت الكثير من الأشياء، اللي هو تفصيل بعد إجمال أو إجمال بعد تفصيل. يبقى في الحالة دهيت كده صح، أنا أقول الإجمال الأول I had a lot of things، ده الإجمال، أنا تناولت الكثير من الأشياء. بعد كده هبدأ أفصل بقى fish, rice and green salad. يبقى في الحالة دهيت كده لو قلت بقى I had a lot of things، يبقى أحط نقطتين علشان هبدأ أذكر الإيه الحاجات.
زي مثلا كده مثال تاني I saw a lot of animals، أنا شفت الكثير من الحيوانات، وهبدأ أذكر الحيوانات يبقى أروح حاطط إيه نقطتين. إنما I saw أنا شفت يبقى align، لا يبقى أنا كده مش محتاج اللي هما الإيه النقطتين فوق بعض خالص. طب رقم سي I had fish comma rice comma and، دي برضو إجابة صحيحة. ليه يا مستر؟ إحنا عارفين على طول إن كلمة and بتربط ما بين آخر حاجتين، ينفع قبل أند بقى أحط كوما أو ما ينفعش أحط قبلها كوما، الاتنين صح جدا، يبقى الإجابة بتاعتنا رقم دي. طيب رقم 28 she is energetic، هي طبعا energetic بمعنى مفعم بالنشاط أو بالحيوية، not naughty وليست مشاغبة. لما يبقى عندك بقى كده يعني ايه حاجتين كده في الاتنين بيدوا عكس بعض، يبقى على طول بنفصل ما بين الحاجتين باستخدام الكوما، she is energetic comma not naughty. 29 which of the following is punctuated correctly، اي من الاتي صح باستخدام علامه الترقيم، are you English، طبعا دي غلط علشان اول حرف الجمله لازم يكون كابيتال. رقم بي are you English، طبعا ده سؤال يبقى لازم يبقى فيه علامه استفهام في الاخر. are you English، هل انت انجليزي، يبقى دي اجابه صح. طيب are you، هل انت، هل انت ايه، يبقى معنى كده ما ينفعش افصل ما بين الفاعل واللي جاي بعد الفاعل اللي هو مثلا مفعول او حاجه، يبقى ما ينفعش ان انا استخدم الكوما هنا خالص، يبقى Are you English، هل أنت إنجليزي، يبقى أنا لازم على طول ده كده جزء أساسي من الجملة، يبقى مينفعش إن أنا أفصل ما بين الاتنين بالكوما. He is an expert teacher، هو مدرس خبير. طبعا isn't he على طول ده كده سؤال مزيل، السؤال المزيل لازم يبقى فيه قبليه كوما، يبقى معنى كده إن A دي غلط وB غلط عشان ده قبلها فول ستوب. طيب يبقى لازم يبقى انت عندك يا اما سي يا اما دي. طب في نهايه الكويشن تاج السؤال المزيل لازم بنحط علامه استفهام، يبقى هي از ان اكسبورت تيشر، قبل السؤال المزيل بنحط كوما وفي الاخر بنحط علامه استفهام. 31 which sentence has the perfect punctuation، نفس الفكره برضو، اي من الاتي صح باستخدام علامات الترقيم، ندى سيد، ندى قالت، المفروض طبعا احنا لسه قايلينها فوق، ما دام في ندى سيد جت في بدايه الجمله يبقى لازم نحط بعديها الكوما، يبقى دي كده غلط. رقم 2 ندى سيد كوما، فتحنا الكوتيشن ماركس اي اول حرف كابيتال اي هاف هاد ماي لانش، قفلنا الكوتيشن ماركس وفي فول ستوب. خلينا اقول كده للامانه ان بعض الكتب برضه بتقول ان الفول ستوب ينفع ان هي تاجي بعد الكوتيشن ماركس، وبالتالي دي اجابه صحيحه. طيب رقم سي اي هاف، طبعا هنا ادي الكوتيشن ماركس جت في الاول مفيش مشاكل، اول حرف كابيتال اي هاف هاد ماي لانش، دي جمله خبريه في نهايه الجمله الخبريه بنحط كوما، صح جدا، وقفلنا الكوتيشن ماركس بتاعتنا سيد ندى وفي في الاخر فول ستوب، يبقى دي كده اجابه صحيحه. طيب يبقى معنى كده ان بي وسي صح، بس دائما دائما كل علامات الترقيم الكوما والفول ستوب والكويشن مارك كلهم دايما بيكونوا داخل الكوتيشن ماركس بتاعتنا. طيب سؤال رقم 32 we studied King Lear in secondary 2، احنا درسنا طبعا الكينج لير، مسرحية الملك لير في تانية ثانوي، طبعا كينج لير يبقى ده كده اسم علم، يبقى في الحالة ده كده لازم الاتنين يكونوا كابيتال، يبقى دي غلط. طيب ونفس الفكرة برضو بي غلط علشان ال L برضو سمول. طيب رقم دي غلط علشان ال K بتاعت كينج، لا دي هنا دي كده سمول، وكمان في علامة استفهام في الآخر، فمعنى كده إن دي إجابة خاطئة، يبقى الإجابة رقم بي وي ستادد كينج لير إن سكندري 2 وفي في الآخر فول ستوب. I'm very busy، أنا مشغول، yet never forget to go for walks by the night، ومع ذلك لا أنسى أبدا إن أنا أطلع أتمشى جنب الإيه النيل. يبقى إحنا كده هنا برضو كده هنقول إن في حاجتين يعني عكس بعض، وفي كمان عندنا كلمة yet المفروض هنا كده I'm very busy yet ومع ذلك I never forget، أنا عمري ما بنسى أنا أطلع أتمشى جنب النيل، يبقى في عندك هنا أداة ربط، يبقى دايما في حالة وجود أداة ربط يبقى بنستخدم على طول الـ A الكوما. طيب 34 space we met the big boss، إحنا قابلنا المدير، طبعا الأولى دي غلط علشان ده أول حرف في الجملة فلازم يكون capital. طيب يسترداي امبارح، يبقى ما ينفعش احط فول ستوب هنا علشان ده كده مش جمله، يسترداي كوما وفي هنا ادي الدبليو سمول، يبقى معنى كده ان دي اجابه صحيحه. رقم دي غلط، يسترداي علامه تعجب امبارح، وبعدين يعني لما اقول امبارح بس كده يبقى ده كده مش حاجه تدل على تعجب يعني. which of the following is punctuated correctly، اي من الاتي صح برضو علامات الترقيم،
This novel is called Treasure Island. الرواية دي اسمها Treasure Island. يبقى أنا كده بتكلم عن رواية محددة. يبقى ده برضو أصبح اسم علم. يبقى T capital والI capital وفي full stop في الآخر. يبقى بشكل مباشر أول واحدة هي الإجابة الصحيحة. طيب رقم B ما ينفعش هنا الكومة وTreasure Island T هنا small يبقى ده كده غلط. رقم D برضو ال T وال I الاثنين small ده كده غلط. رقم C ال I small ده كده اسم علم يبقى لازم يكونوا capital. The moment I had returned home, space I took a shower. خلينا نبص على 36 و37. وI took a shower not the moment I had returned home. خلينا نقول ملاحظة بسيطة. الفرق إيه بس؟ إن هنا كلمة the moment جابها في بداية الجملة، إنما هنا the moment جابها في وسط الجملة. خلينا نقول بقى قاعدة عامة، وهي إن أنت عندك دايما كل أدوات الربط، يعني كلمة when، كلمة before، كلمة after، كلمة by the time، كلمة as soon as، وهكذا. لما أجيبهم في بداية الجملة، يبقى دايما الجملة اللي فيهم أداة الربط دي كده اسمها dependent clause. يعني إيه dependent clause؟ يعني عبارة معتمدة على عبارة تانية علشان تدينا عشان المعنى يكتمل. يعني لما أقول لك the moment I had returned home، اللحظة اللي أنا روحت فيها البيت وبعدين المعنى ما اكتملش، يبقى أنا محتاج حاجة تانية تكمل المعنى. العبارة دي بقى the moment I had returned home دي كده اسمها dependent clause. يعني ايه؟ يعني عبارة بتعتمد على عبارة تانية عشان المعنى يكتمل. في هذه الحالة لازم افصل بالdependent والindependent بكومة، يبقى انا محتاج رقم B. طبعا I took a shower انا اخد شار، دي كده اللي هي الindependent clause، العبارة الايه المستقلة. طيب لما اجيب بقى ادوات ربط دي كده في وسط الجملة يبقى انا مش محتاج كومة. يبقى I took a shower the moment I had returned home يبقى الاجابة رقم D. يبقى نقول تاني كده أدوات الربط بتاعتك مثلا if و unless و the moment و when و before و after و as soon as وهكذا، لما أجيبهم في بداية الجملة يبقى على طول كده دايما بفصل ما بين العبارة الأولى والعبارة الثانية بكومة، بس لما أحطهم في وسط الجملة يبقى في الحالة ديت كده مش دايما بنستخدم الكومة. 38 رودينا was born. رودينا ولدت طبعا on في، يبقى أنا كده عندي تاريخ كامل. March 8th 2012. طبعا دي غلط لي علشان دايما بقى لما اكتب التاريخ بفصل ما بين الشهر والسنة او اليوم والسنة بكمة، بس ما ينفعش افصل ما بين الشهر واليوم، وبالتالي بقى الاولى كده غلط خالص. ليه؟ علشان مدام ذكرنا يوم يبقى لازم افصل ما بين اليوم والسنة بكمة. طيب رقم B March وفي كمة دي غلط. ليه؟ علشان في بعد March هنا ده يوم، ما ينفعش افصل ما بين الشهر واليوم، يبقى دي كده غلط. طيب رقم دي ادي 8 وفي كومة وفي شهر، برضو ما ينفعش عشان قلنا ما ينفعش افصل ما بين اليوم والشهر، انما افصل بقى ما بين اليوم والسنة، يبقى الاجابة بتاعتنا رقم C. 39 it's cold in Cairo in، طبعا الجو برد في القاهرة في November, December and January. طبعا دي كده اسماء شهور، واسماء الشهور طبعا دايما بتبقى كابيتال، يبقى اول واحده دي كده خطا. طيب November, December and January طبعا كلهم كابيتال، وفي عندنا اكتر من حاجه، واخر حاجتين ربطنا باند وقبل الاند في كومه، يبقى معنى كده ان دي اجابه صحيحه. طب رقم C November, December and January طبعا هنا ما فيش كومه فدي برضو صح، يبقى الاجابه بتاعتك رقم D اللي هي B and C. Does she work hard؟ هل هي بتعمل بجد؟ طبعا she is lazy، هي كسولة، يبقى أنا كده أقول لك لا، يبقى معنى كده إن سي غلط ودي غلط. طب خلي بالنا بقى هنا من حتة صغيرة خالص، وهي إيه؟ طب يا مستر ما هنا نو وهنا نو، وهنا الـ N capital وهنا الـ N capital، ده في هنا فول ستوب وفي هنا كومة. طب هنختار إيه؟ هنختار A. طب ليه بقى يا مستر مش بي؟ ما إحنا عارفين يس ونو دايما بحط بعديها كومة. حط بعديها كومة لو الـ S هنا دي كده كانت سمول، إنما الـ S دي كده كابيتال، يعني معنى كده إن دي بداية جملة جديدة. يبقى في الحالة ديت كده كان قبلها فول ستوب، إنما الكومة لا، دايما بيبقى على طول الحرف بعدها بيكون سمول وليس كابيتال. فلو أنت عندك فول ستوب، عندك كويشن مارك، عندك اكسكليميشن مارك، يبقى أول حرف بيكون كابيتال، إنما الكومة لا بيكون سمول عادي. هاني إز أ سبيسمان، هاني يكون إيه بقى؟ شاب. في عندك هنا كليفر أند يونج وفي كومة، طبعا دي كده غلط. كليفر أند يونج، كليفر كومة يونج، كليفر يونج. طبعا دي بقى لو الناس تفتكر اللي احنا قلناها هناك او اللي احنا شرحناها هناك، انت عندك هنا دي كده كلمه كليفر ده اوبينيون راي، طب كلمه يونج، يونج ده معناها صغير، يبقى معنى كده ده اشاره الى العمر او السن، يبقى ما ينفعش اقول لك كده هاني از ا يونج كليفر، لا لازم امشي بقى بترتيب معين. يبقى في الحاله ده هي كده
صفتين يبقى انا مش محتاج كوما، يبقى هاني از ا كليفر يونج مان. يبقى تاني كده لو انت عندك صفتين من نفس النوع يبقى ينفع ان انا ابدل الصفتين، وينفع في الحاله ديت كده استخدم كوما او استخدم كلمه اند. انما عندك بقى صفات مختلفه يعني بقى بتاع الراي والاحجام والاشكال والعمر والسن والجنسيه مثلا والماده المصنوع منها والغرض، يبقى لا لازم تمشي بترتيب معين. يبقى في الحاله ديت كده ما ينفعش ان انا ابدل الايه الصفتين. طيب السؤال رقم 42، which of the following is correctly punctuated؟ ايه من الاتي صح برضو من ناحيه علامات الترقيم؟ why are you worried؟ طبعا دي غلط، علشان المفروض why are you worried انت ليه قلقان، يبقى ده كده سؤال، يبقى كنت لازم احط علامه استفهام في الاخر، يبقى دي غلط. طب رقم بي، why are you worried ده في كوما، الكوما بستخدمها لو كانت declarative جمله خبريه، يبقى معنى كده ان دي اجابه خاطئه. طب سي، why are you worried في علامه استفهام I ask it، يبقى بشكل مباشر رقم سي هي الاجابه الصحيحه. طيب رقم دي علشان في هنا كوما يبقى دي كده اجابه خاطئه. طيب رقم 43 اخر سؤال، which sentence has the perfect punctuation؟ he said هو قال كوما، وفي عندنا الكوتيشن ماركس اهي، واول حرف موجود، يبقى معنى كده دي اجابه صح. are you french؟ هل انت فرنسي؟ وطبعا في ادي الكوتيشن مارك وقفلنا الكوتيشن ماركس بتاعتنا، يبقى ايه اجابه صحيحه. طب رقم بي، he said طبعا ما فيش بعديها كوما، يبقى دي كده خطا. طب رقم سي، are you french؟ في علامه استفهام وفي الكوتيشن مارك، صح بس مش محتاج خالص الكوما هنا. ليه؟ لان خلاص انا قفلت السؤال بتاعنا بالكوتيشن مارك بتاعتي، يبقى انا مش محتاج خالص الايه الكوما. الكوما استخدمها لما ابدا ب he said، اقول he said اروح حاطط بعديها كوما، يبقى في الحاله ديت كده كانت الاجابه صحيحه، يبقى الاجابه فقط اللي هي تكون رقم A. طيب مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، يا رب الناس تكون استفادت واكون وفقت في توصيل المعلومه بشكل كويس، وتابعونا واستنونا في الحلقات اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.